لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. دلوقتي اصبح عندنا ان احنا محتاجين بقى ايه التيرمينال او الوسيط اللي يربط الكلام ده ايه ببعض. فبرنامج الكود اللي هنشتغل عليه وكنا اتفقنا عليه قبل كده ان احنا هنشتغل بحاجه اسمها الابطانه، اللي هو الابطانه ستوديو 3 ده كان هنا كده على البراوزر كده بنربط ابطانه ستوديو 3. تمام، الاستوديو مشهور وجميل، حاجه جميله جدا ما شاء الله. نبدا نحمل ابطانه ستوديو ونشتغل بيها. دي النسخه الموجوده دلوقتي. طبعا انا بعمل ايه؟ اول حاجه انا مش هعمل بروجكت لوكال، تمام؟ فانا هروح اجيب على عندي حاجه اسمها الريموت، ان انا اعمل كونكت على السيرفر نفسه. فبجيب من هنا من الويندوز بختار شو فيو، تمام؟ وبختار حاجه اسمها ريموت بظهرها هنا في النافذ بتاعي. كده جاب لي جزء الريموت، وطبعا الريموت عندي فاضي دلوقتي ما فيهوش حاجه. فببدا اعمل ايه؟ اد نيو اف تي بي سايت. طبعا اف تي بي اللي هو ده عمليه الكونكت نفسها، دي اسمها ايه؟ اسمها اف تي بي. نفس الكلام برضو انا هعمل اف تي بي هنا، كويس؟ يعني انا هتصل على ايه؟ السيرفر نفسه. فلما بعمل كده، جميل، كليك عليها يجيب لي كرييت نيو اف تي بي سايت. طبعا السايت بتاعي اسمه ايه؟ انا مثلا اسمه، انا خلينا اقول علي حمدي، ماشي، واليو ار ال بتاعي علي حمدي دوت كوم، ده اليو ار ال. بعد كده بكتب اليوزر والباسورد بنفس الطريقه، وبعدين اقدر اعمل سيف واعمل تيست زي ما انا عايز، وبعمل ايه؟ اوكي. دلوقتي خلاص اوكي، انا فتحت السايت بتاعي. اقدر بقى ان انا ايه؟ افتح السايت نفسه واتحكم فيه بشكل عادي جدا، نفس الطريقه برضو زي ما احنا شايفين كاننا بنعمل براوز على الويندوز العادي بتاعنا الملفات، واقدر اوصل للايه؟ الجزء اللي انا محتاجه. ادي الاس اف اس بتاعي اهو، يبقى دي كده المنطقه اللي انا ايه؟ هشتغل عليها. جميله. انا عندي ملفات السي اس اس وملفات الايمجز بتاعتي اهي، وادي الوورد بريس بتاعتي، تمام؟ نفس الطريقه السي اس اس والايمجز، خلاص انا فاهم ايه اللي فيهم. دلوقتي اصبح عندي الوورد بريس وده الجديد بتاعي. عملت دلوقتي عندي ثلاث حاجات، ان انا برفع ملفات على السيرفر اول حاجه، بعدين بجيب نسخه الوورد بريس وفكها اهي، دي الملفات بتاعتها، بعدين بروح اعمل لهم ايه؟ الداتابيز بتاعتهم على السيرفر بتاعي. دلوقتي اول حاجه هعملها ان انا ادخل على المجلد اسمه وورد بريس اللي عندي، كويس كده، وابدا اديله بيانات قاعده البيانات اللي عندي. انا ايه الملف اللي انا بعمل بيه الكلام ده؟ لو بيعمل كونكت على الداتابيز في حاجه اسمها دبليو بي اللي هو داش كونفيج داش سامبل، ده ملف سامبل. فاحنا لما بنيجي نشتغل بناخد منه ايه؟ كنترول سي كنترول في كده بنكرره يعني، بس بنشيل بقى ايه؟ كلمه سامبل منه، ان هو حاطط فيه كلمه سامبل عشان يعطله يعني. فاحنا ايه؟ هنيجي هنا نشيل كلمه سامبل منه ونفتحه. بعد كده خدنا منه كوبي كنترول سي كنترول في باستخدام عادي جدا، ما فيهوش اي ايه، مش محتاج اي حاجه ثانيه. كده دلوقتي خلاص الملف بتاعي اتنسخ، ادي السامبل وادي الملف بتاعي. انا اقدر اخد النسخه دي واعدل عليها بشكل عادي جدا. حصل فيها اي مشكله انا محتاج الملف الاصلي، خلاص عندي نسخه موجوده. جميل، ما فيهوش اي حاجه خالص، ده الدوكيومنتيشن بتاعه. وبعد كده كل حاجه، وفي الكومنت اللي قبلها. في البي اتش بي الكومنت زي الكومنت اللي كنا بنعمله في السي اس اس، ان احنا بنعمل الرايت سلاش والاستريك وبعدين الاستريك والايه والرايت سلاش. فهنا بيقول لك ديفاين، انت هتعرف له حاجه هنا ثابت، حاجه ثابته يعني. اول حاجه اسمها دي بي يوزر، فاكرين اليوزر اللي احنا عملناه لقاعده البيانات؟ اهو ادي اليوزر اسمه ايه؟ اي حمد اندرسكور اس اف اس، يبقى هناخد منه كوبي. بيقول لك اليوزر وحط الايه؟ اليوزر بتاعك هنا، فدي اول حاجه. بعد كده ديفاين الدي بي بي باسورد، الباسورد اللي احنا عملناه. والله ده احنا شلناها هنا من شويه، يبقى نيجي ناخد منها كوبي. كويس، حط لي هنا الباسورد. بعدين بيقول لك ديفاين الدي بي هوست، في اغلب الهوستز بتاعتنا هنا هتلاقيها لوكال هوست، تمام؟ احنا بنشتغل على اللينكس فده لوكال هوست على طول ان شاء الله. بعد كده في ديفاين الدي بي كارسيت، مش هنعمل فيه حاجه. بعد كده في عندنا الداتا بيس في الاول قبل النيم، مش ما خدتش بالي منها ايه عدتها. يبقى انا كده عندي ديفاين الدي بي نيم الاول، طبعا هو نفس الاسم بتاع الايه، لا ده هو ده
عندنا اليوزر والداتابيز الاثنين زي بعض، وبعدين الباسورد بتاعتهم واللوكال هوست خلاص. ده الملف اللي بيربط لي الايه الداتابيز بالملفات بتاعه السكريبت بتاع الوورد بريس. بس بسيف. جميل. طبعا ده مهم جدا وواضح، انا مش شايف في حاجه صعبه، بس اللي بيغلط فيه كتير قوي وهو ده اللي بيكون سبب مشاكل كتير. فانت ركز هنا، مفيش حاجه بسيطه، احنا عملنا داتابيز فاضيه مفيش حاجه، وعملنا لها يوزر بنفس الاسم، وعملنا اليوزر ده باسورد، وربطنا الاثنين ببعض زي ما شفنا في الفيديو. لو مش فاكر كويس رجع الفيديو تاني. بعد كده في اللوكال هوست مش بعدل عليه حاجه، يعني دول الثلاث حاجات اللي انا ايه بعدلهم. خلاص سيفت، اقدر بقى ارجع على الايه السايت بتاعي، هو كان workers.alihamdi.com/sfs. طبعا لو عملنا كده هيفتح لنا السايت العادي اللي هو الاندكس اتش تي ام ال بتاعنا. جميل كده اللي احنا ايه وصلنا ليه. دلوقتي بس هنكتب كلمه ووردبريس عشان ندخل على السب فولدر اللي موجود داخل. كلمه ويلكم، واكتب عنوان السايت واليوزر نيم والكلام ده، معنى كده ان الملف بتاعنا ده ايه شغال مظبوط. يعني لو كان في اي حاجه هنا مشكله، يعني مثلا حطينا صفر هنا كده، طبعا ده دليل على ان في اي حاجه غلط. يعني خليني ارجع واكتب تاني هنا ووردبريس وادخل، يقول لي ايه ايرور استابليشنج داتابيز كونكشن، في مشكله ان هو يعمل ايه كونكت على الداتابيز. يبقى ايه ضروري قوي نركز. فاحنا شغالين، شفت انا جيت واخد كوبي من اليوزر من الباسورد، وركنا اليوزر والباسورد، ببقى فاهم كويس انا بعمل ايه. تمام كده سيف، خلاص عدلت تاني وبعمل ريفرش. فهنا هيقول لي ايه، اه تمام انت كده ويلكم، انت كل حاجه عندك مظبوطه وانا شايف الداتابيز بتاعتك. ابدا اول حاجه اعملها، انا عايز اعمل التايتل بتاع السايت. بيسالك انت السايت بتاعك ده التايتل بتاعه ايه. احنا هنا كنا كاتبين اهو اسمه سعودي فرنتشر شو، ممكن ناخد دي كده كوبي كنترول دي، ده اول شيء. بعد كده اليوزر بتاعك والباسورد، ايا كان بقى الباسورد اللي انت هتكتبه، ايا كان اليوزر اللي انت هتعمله. تمام خلينا نعمل اي حاجه ضامن كده خلاص. بعد كده اليور ايميل، لو انت هتكتب الميل بتاعك هقول عليه ده الميل اللي هو يبعت لك عليه النوتيفيكيشنز الخاصه بالايه بالمدونه نفسها. بعد كده بيقول لك allow search engines to index this site. اوكي مفيش اي مشكله. بعد كده لما بعمل انا انستول بيبدا يكري كل بقى الجداول الخاصه بالمدونه بتاعتي في الداتا بيز اللي انا عملتها. كده اقدر اعمل انستول. جميل، قال لي خلاص سكسس، كل حاجه شغاله كويس، وتقدر تعمل لوجن كمان للسايت تبعك. هنا لاول مره هيبدا يحولني على صفحه اللوجن على الووردبريس. كويس، بكتب اليوزر والادمن، طبعا عشان عملت ريمبر فهو فاكرهم. تمام كده دخلني على الداتابيز بتاعتي. كده انا خلصت تسطيب مدونه الووردبريس. انا كده هستخدمها في لوحه اداره للموقع عندي. ادي بشكل عام كده، ده دي لوحه الاداره نفسها. بحب ازور السايت، بس هنا كده بدوس على فيزيت سايت. كويس، وده اللي هو السيم بقى الاساسي او التمبلت الاساسي اللي هو عنده. اخد الاسم اللي انا كتبته اهو، وبدا يتكلم او بدا يطلع لي حاجات اللي هو الرابط الضمي اللي هو عاملها عشان يشغل بيها السايت. يبقى دي اللوحه، وده الشكل الثيم الاساسي بتاعه. شكل اللوحه ما تخليهوش يخضك، يعني الموضوع بسيط جدا ومفيش اسهل منه، كانك بتتعامل مع الوورد بتاع مايكروسوفت. ايه الحوار اللي قدامي ده؟ اول حاجه عندي في الجزء الخاص ده الناف بتاعي، الهوم دي الصفحه الرئيسيه الداشبورد اللي احنا واقفين فيها دي، بتكون فيها مجموعه اللي هي الاحصائيات بتاعه المدونه نفسها، عندك كام كومنت، عندك كام صفحه، عندك كام مش عارف ايه بشكل عام كده، وفي اي نوتيفيكيشنز جديده بتبدا تلاقيها هنا. بعد كده البوستس دي التدوينات اللي عندي، اللي هو لو انا بعمل بوست معين زي ما انت بتفتح الفيسبوك بتاعك وتعمل بوست او بتعمل تنشر اي حاجه على الوول بتاعتك، نفس القصه لو انا نشرت اي حاجه هنا. شايفين هاللور اللي ديه هي المنشوره هنا. تمام، يعني لو انا جيت هنا كده عملت اد نيو، تمام، هو ايه بياخد الكلام ده ويجيبه لي هنا. يبقى دي البوستس بتاعتي، بكتب عنوان البوست والكونتنت بتاعها وبعمل ببلش ليها. بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. تمام، هرجع تاني، ده كده بالنسبه للبوست. طبعا لما بفتح بوستس فيها بيقول لك اد نيو تفضيل جديد او الكاتيجوريز. كاتيجوريز يعني ايه؟ لو انا عندي يعني اقسام في السايت، فانا عندي مثلا قسم اولاد، قسم معمار، قسم انتيرير ديزاين، اكستيرير ديزاين، ايا كان بقى تقسيم السايت بتاعي، وعايز استفيد او عايز اعمله بالورد بريس، يبقى انا باجي على الجزء بتاع البوستس وبعمل الكاتيجوريز بتاعتي. والله عندي كاتيجوري 1 2 3 4
وببدا اروح لما اجي على الاد نيو في البوستس بقول له ايه، والله خلي بالك ده الجزء ده خاص بالكاتيجوري المعينه. شايفين الجزء ده هنا؟ الجزء ده خاص بايه؟ بالكاتيجوريز اهو. اه دي تبع الكاتيجوري المعينه، واضح؟ يبقى انا الكاتيجوريز بقى. التاجز برضو لو انا عاوز مثلا الحاجات دي طبعا مهمه قوي في الارشيف، يعني بضيف تاج معين وببدا برضو وانا بستخدم الكاتيجوري ببدا اقول له ان دي تبع التاج الفلاني. الحاجات دي بتنفعني وانا شغال بعد كده لما ابدا احترف العمليه، لو انا عايز اجيب كل البوستات، يعني مثلا هنا هو هنا بيلوب بيجيب كل البوستات، طب انا عايز اقول له ايه؟ هات كل البوستات اللي فيها التاج المعين ده، مثلا اي حاجه، مثلا تاج هنا كي اس اي، هات لي اي حاجه فيها التاج ده. كويس، انا قاعد كده خلاص التاج ده انضاف. لو انا جيت في اي كتبت اي تدوينه ثانيه في اي مكان عملت كي اس اي زي الهاشتاج كده بتاع التويتر، نفس الفكره، هات لي الحاجه المشتركه في الكاتيجوري ده او في التاج ده. جميل، ده بالنسبه للبوستس، ده اول شيء عندي. بعد كده عندي جزء خاص بالميديا اللي هو اللي انا ميديا ستور بقى برفع على السايت بتاعي، ان انا هضيف جديد. طبعا اول ما بعمل اد نيو هيقول لي انت عاوز ترفع ايه؟ ايا كان الفايل بتاعك هاته واعمله ايه؟ شوف دروب فايل هير، اي فايل عندك تقدر تمسكه بايدك كده اهو. تمام، انا مش عارف فايل، خليني اشوف اي فايل. ادي البيكتشرز مش موجود، مفيش فايل. بمسك الفايل بتاعي كده في ايدي وبعمله ايه؟ دراج ودروب في المكان، بيبدأ ياخد الفايل بتاعي ويحمله عنده زي ما احنا شايفين. تقدر ارفع فايل 2 10 5 بيبدأ يحمل كل الفايلات بتاعتي ويضيفها فين؟ في اللايبرري بتاعتي في الابلودز بتاعتي. ده بالنسبه لان انا ايه ارفع الملف بتاعي. خلاص كده هو اتحمل عندي ودخل على المدونه، اقدر استفيد بيه بقى في اي مكان في المدونه عندي، وهنتعلم واحنا جايين الكلام ده. بعد كده البيجز الصفحات، ودي حاجه ضروريه جدا ان احنا نتعامل معاها. اللي انا دلوقتي في هنا في الموقع بتاعي مثلا، خلينا نقول ان دي كلها بيجز، تمام، ولكن مثلا دي هتبقى تبع التدوينات او دي تدوينات او ايا كان التقسيم بتاعي يكون ماشي ازاي، فبالتالي عندي بيجز اللي هي اساسيه وعندي التدوينات اللي هي بتبقى ايه بشكل يومي او بتختلف، سواء عندي ايفنت سواء عندي نيوز او ما شابه. نفس القصه بس طبعا هنا اقل شويه، مفيش كاتيجوريز في البيجز. طيب لما يكون عندي زي كده، انا عندي دلوقتي في القائمه، لما اوقف على القائمه تهوفر طالع لي صفحات ثانيه، اه يبقى هنا محتاج الكاتيجوري. قال لك لا، انت بتعمل نيو بيج كده، تمام، وتقدر تقول له البيرنت بتاع البيج دي ايه. اه والله البيج دي تابعه للبيج المعين، تمام، فبالتالي اقدر لما اروح هناك تبقى دي يو ال داخل ال اي بتاعي دي. تمام، هنرجع تاني، عندنا في جزء خاص بالكومنتس اللي هو لو في حد عمل اي تعليق تقدر انت كادمن للسايت انت ايه تتحكم في التعليق ده، سواء بقى انت تعمل له ان ابروف او تعمل ريبلاي لي او كويك اديت او الكلام ده كله. طبعا الموضوع بسيط جدا مفيش اي مشاكل. بعد كده في الجزء الخاص بالابيرنس، وده من الحاجات المهمه لينا احنا بقى كويب ديزاينرز، وده الجزء كتير اللي احنا بنشتغل فيه دايما. اول حاجه في الابيرنس الجزء الخاص بالثيم. الثيم يعني التمبلت. تمبلت يعني الرسمه اللي اوت اللي احنا بنرسمها في الفوتوشوب وبنقطعها وبنجودها. يبقى هو ده المكان اللي انا هروح اعمل فيه ايه؟ نيو ثيم بتاعي، اجيبه واركبه هنا، يبقى واحد زي دول كده، ده اللي شغال بره دلوقتي اللي هو ده، تمام. فبالتالي انا هيبقى لي واحد ثالث هنا واقدر اقول له ايه؟ اكتيفيت ده. شايف ده؟ ده شكله اهو، لما انا اجي هنا اقول له اكتيفيت يبدا يلغي ده ويشغل ده. كده لو جيت انا هنا بره هلاقي شكل الصفحه اختلف بالطريقه دي. جميل؟ يبقى ده المكان الخاص بالتمبلت اللي انا ايه ازرع فيه الاكواد بتاعتي. حلو قوي. بعد كده في مربعات القوائم الجانبيه او الويدجتس، تمام، اللي هي الحاجات دي او شايف هنا في حاجات بتيجي من جوه، مثلا هو جايب الريسنت بوستس او ريسنت كومنتس، الارشيف بتاعه، الكاتيجوريز الموجوده عندي، الميتا الموجوده عندي، وهكذا. تمام، دي اللي اسمها الويدجت، ان انا اقدر اعمل الحاجات دي كلها متاحه ليا. من اهمها طبعا احنا دايما بنعملها الموضوع السيرش، طبعا اساسي او ان انا بعمل سيرش في السايت، فبيخليه دايما في المربعات دي. لو انا عايز اجيب قائمه يعني هي بتشتغل اوتوماتيك لوحدها باسماء الصفحات اللي في السايت كلها، بحيث لو هو اضاف صفحه جديده او لغاها بتطلع، او عايز اجيب اخر 10 بوستات، اخر 10 اخبار زي ما قلت، اجيبهم مراعي على التاج او على الكاتيجوري زي ما احنا شايفين، بنجيبهم ونحط نركبهم في المكان ده. المكان ده سهل جدا، بشيل فيه يعني انا اقدر اشيل منه او ابعت له مفيش مشكله خالص. تمام، بعد كده عندي المنيوس القوائم بتاعتي،
تمام. انا اقدر اعمل قائمه، الف قائمه على الايه، على الكونتنت الموجود عندي في البيجز مثلا، واخد اللينك بتاع القائمه وابدا احطها تظهر في المكان اللي انا عايزه. في دي اوبشن هيدر باك جراوند اديتور بلاجنز. البلاجنز اللي هي ايه بقى؟ شايفين انتوا دلوقتي السلايدر مثلا احنا بنركبه في السلايد بتاعنا، احنا عايزين نركب سلايدر هنا، لو احنا عايزين مثلا نجيب سبسكريبشن فورم زي كده، لو احنا عايزين نجيب اي يعني اي حاجه فيها بلاجن اللي احنا كنا بنقعد نركبها من مكتبات الجي كواري، هنا بتتسمى بلاجنز. مميزات الورد بريس ان هي ما شاء الله عندها مكتبات كتيره جدا خاصه بيها، بلاجنز خاصه بيها. طبعا في حاجات تبقى نازله جاهزه زي كده، اللي انا بقى ايه اغلب الحاجات اللي انا بشتغل عليها، مثلا انا عايز اجيب سلايد شو اركبه، يبقى انا باجي هنا كده وابدا ابحث، والله انا عاوز سلايد تمام شوز مثلا، ده يبدا يجيب لي كل النتائج اللي هو ليها، مثلا قال لك انا لقيت 467 بلجن تقدر تستخدمهم. كويس، ابدا اشوف البلجن اللي انا عايزه وابدا اعمل له انستول واسطبه عندي فين في المدونه بتاعتي. بعد كده في اليوزرز تمام، لو انا بكريت بقى اكتر من يوزر للمكان نفسه او للموقع نفسه، اقدر اعمل بقى ايه اليوزر بتاعي، اعمل اد نيو وابدا اكتب اليوزر ده نفسه ايه، وايه اللي هو الرول بتاعه ايه عشان البريميشنز بتاعته تمام. فبالتالي انا هنا ببدا احدد الرولز بتاعته ايا كان نوع الايه اليوزر ده، هو سبسكرايبر او ادمنستريتور او ايدر او ايا كان نوع ايه اليوزر ده. بعد كده يور بروفايل، ده البروفايل الخاص بيا انا بقى كيوزر تمام. ادي الميل بتاعي يا الويب سايت، ابدا اكتب البيانات بتاعتي، لو انا عايز اعدل الباسورد نفسها ابدا اتحكم فيها. التولز الادوات اللي هي المتاحه عندي في السايت اللي انا ممكن استخدمها يعني على الورد بريس نفسها، في عندي بقى السيتنجز ودي مهمه قوي تمام. السيتنجز دي علشان ايه؟ بكتب فيها اليور ال بتاع المدونه، ده الباث بتاع المدونه نفسه، فبالتالي مهمه جدا لو انا جيت نقلت المدونه في مكان تاني لازم اغير الباث ده، سواء من الداتابيز او من هنا في المكان اللي هو الجنرال سيتنجز. برضو هنا في ده التايتل بتاعنا، يعني لو وقفت كده عندي مكتوب ايه الشو سعودي فرنتشر شو جاست انذر وورد بريس سايت، طبعا الكلام ده كله اقدر اغيره جدا ببساطه جدا هنا كده، لو مثلا عملت كده باي علي تمام، بس مجرد ما بعمل سيف هو بيبدا يغير معايا ايه في السايت بكل بساطه تمام. باي علي حمدي بالشكل ده، يبقى دي كده الجزء الخاص بالسيتنجز بتاعتي. ده بشكل عام دي الورد بريس نفسها، مفيش اي حاجه خالص، امرها سهل مش بسيطه يعني. دي الداشبورد وده السايت، محدش يتخض من الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين كده، امرها ايه بسيط. دلوقتي المرحله الجايه بقى دي اهم شيء بالنسبه لنا كويب ديزاينرز كده، دي كانها اداره محتوى عامه لاي حد، اي حد بيعمل اي داتا انتري يقدر يستفيد بالكلام ده. طب انا كويب ديزاينر شغلي فين؟ انا قلت ان انا هشتغل على الثيم، يعني السيلز ده اول شيء هيقابلني ان انا هبدا اشتغل عليه. طب ازاي انا اخلي الملفات بتاعتي تطلع هنا؟ هل في ان انا اقعد اعمل يعني اقعد اعمل نيو سيم او الكلام ده كله، او انستول سيم او كده، تعمل نيو سيم يعني تدور على سيمز موجوده عنده وتبدا تعمل لها انستول، او انت تعمل ابلود للملفات بتاعتك